مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير شوربة الخضار لرمضان. عنا مي، بازيلا، بندورة، شعيرية، جزر، كوسة، باذنجان، ملعقة طعام سمنة او زبدة فينا نستعمل، بطاطا وبصل صغير مقطعة بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط السمنة، كمان البصلة، بقلل البصلة شوي على الغاز. بصلت البصلة بهذا الشكل. هلأ بحط الجزر، بقليهم شوي كمان للجزر. بحط فوق المي، بسم الله، بخليهم يغلوا مع بعض ليستوي الجزر نص استوى. بس انسلق الجزر نص سلقة. هلأ شو بعمل؟ بحط الخضرة الباقية. بسم الله. حطينا الخضرة كلها، بحط كمان مكعب ماجيك ورشة ملح صغيرة. بغطيهم وبتركهم يغلوا مع بعض. بس استوت الخضرة، هلأ بحط شعيرية فوق الشوربة، بحركهم مع بعض، بتركهم حوالي 5 دقايق يغلوا لتستوي شعيرية وبطفي الغاز. هيدي الشوربة انتهينا منها، صارت جاهزة للتقديم. هيدي شوربة الخضار اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.